زي ما كان بيتقال عن بطانة الرحم المهاجرة It's invisible disease، يعني مرض غير مرئي، بس المريض مش invisible، مرئي بيشتكي، بيروح ويجي لما يسمع الإحباط المستمر إنه ملوش حل، وإنه يتعايش مع ألمه، وإنها مبالغة، وإن الكتاب بيقول كده إنه ملوش حلول، ملوش علاج، ومهما تتعالج ما هيرجع تاني. تخش في القصة، نقول دايما إيه أسباب المشكلة؟ طب جالها بطانة رحم مهاجرة، جالها منين؟ كان في الغالب المعلومات اللي قعدنا كلنا نتعلمها أجيال وراء أجيال كأطباء وبنصدرها للمشهد الطبي، بيحصل ارتجاع من الأنابيب وتترسب الخلايا اللي خرجت من تجويف الرحم، ويبدأ عن طريق الأنابيب تتزرع في كل الجسم جوه. يعني معنى كده الرحم الأساس. طب ما نشيل الرحم. فالناس جم وشالوا الأرحام ولقوا برضه عندهم بطانة رحم مهاجرة، سابوا لهم المبيضين، فلقوا المبيض بدأ يعمل شوكليت سيست. الله، هو المبيض الأساس ولا الرحم؟ ما نشيل الشوكليت سيست. طب ما نخلي الرحم والمبيض ونشيل الأنبوبة لأن هي اللي بتنقل الدورة. طب نعمل إيه في مرض غريب جدا بعد ما نشيل الرحم والمبيضين والأنبوبتين نلاقي لسه في بطانة رحم مهاجرة موجودة؟ فهل الأسباب والنظريات الكتيرة المختلفة اللي موجودة، الأنثى المريضة اللي فيها بطانة رحم مهاجرة، هل هي اتولدت وأثناء تكوين الجنين خلايا من بطانة الرحم بقت مزروعة في أماكن مختلفة لغاية لما يحصل النضج، وبعد كده المبيض اللي هيبدأ يطلع تبويض وبطانة الرحم تبدأ تستجيب للهرمونات فتظهر؟ طيب المرض لأنه خلايا التهابية، فتبدأ الخلايا الالتهابية تبدأ تزيد في الجسم كله وتستدعي شيء من الالتصاقات. مرضى كتير دخلونا وهم بنات وصغيرين في السن وعندهم حوض مجمد، يعني ما عملوش جراحة، يبقى المرض بيسبب إلى حرب داخلية من الجسم بيحاول يحارب الخلايا اللي موجودة برا الجسم وانتشارها برا والالتهابات الموجودة. طيب هنعمل إيه؟ احملي، كان بيتقال كده من 80 سنة. وليه؟ لأن سامسون وهو بيتابع إن في حالات كان عندهم تشوكليت سيست، فمنهم 3 حالات حملوا فالكيس اختفى، يبقى العلاج إنك تحملي. بنقولها وإن كانت موانع الحمل موجودة مع بطانة الرحم المهاجرة، من أول المبيض اللي فيه تشوكليت سيست فمأثر على جودة البويضات، وعلى إن السائل اللي موجود داخل الفوليكرال فلويد اللي موجود داخل كل كيس جراب بويضة مليان سموم، وبيأثر على إن يحصل فيه دي إن إيه abnormality arrangement غلط في البويضات نفسها، فعشان كده الكواليتي بتختلف، والامبريو بشكل او باخر هيبقى متأثر، وبالتالي يبقى فيه فرصة لإجهاض لان البيبي اللي جاي كان مش مكتمل كويس، او الانابيب اللي هي اصلا اتظلمت انها اسمها انبوبة. لان انا دايما بقول واحنا في المناظير المساعدة على الاخصاب ان انا عاوز استخدم المعمل الالهي اللي ربنا خلقه، معمل الأجنة الإلهي اللي داخل كل أنبوبة، المصنع جاهز لالتقاط بويضة جياله ويبدأ يصنع جنين من حيوان من وصل، لا بياخد أجازات ولا بيغير النبطشيات ولا عنده أعياد ولا البويضة هتجيله بالليل فما فيش حد هيسحبها، 24 ساعة معمل 24/7. لكن الأنبوبة لما تكون ملتهبة هي كمان بتعمل حاجة تانية، بتنجلف، بتاكل البويضات وبتاكل الحيوانات المنوية وبتاكل كمان الجنين. لو عدينا المبيض وعدينا الأنبوبة ودخلنا على الرحم، الرحم ده طول عمره مضياف لجنين جايله، فمجهز نفسه ان هو يقبل الجنين. لما تتحول بطانة الرحم المهاجرة الى خلايا أكولا والناتشال كيلر سيلز تبقى عالية جدا في بطانة الرحم الطبيعية اللي هتستقبل الجنين، والمواد المسؤولة عن التصاق الأجنة في الجزء الأولاني زي ما ربنا بيقول علقة زي دوتة العلقة اللي بتيجي على الأجسام من بره وتمتص الدم، الجنين بيروح على جسم الاندوميتريوم ويبدأ يلزق، يطلع من عنده مواد بروتونية عشان تلزق وهو يرود وياكل، وفي نفس الوقت بيبقى فيه مواد تطلع من سطح الاندوميتريوم عشان تلزق في الجنين اللي جاي هو كمان. كل ده لقيناه بيقل كتير جدا مع الناس اللي عندهم اندوميتريوزيس والناس اللي عندهم هيدروسالبنجيزيس انابيب مرتعشة. كمان الوسط العام اللي موجود البريتون بقى اللي هو لما بيكون فيه التهابات وبعيدة، أو بطانة رحم مهاجرة في جدار البطن من برة وبعيدة عن الرحم وعن المبيض وعن الأنابيب، بتأثر تأثير أكيد على جهاز المناعة وعلى استقبالية بطانة رحم لجنين وافد. بالإضافة للمرض، هو مش مرض تناسلي فقط، مش مرض يصيب المرأة في خصوبتها وفقط، هو بيصيب المرأة في كل جسدها. It's a disease of the whole body، كل الجسد بيعل، مرتبط ارتباط وثيق بكل الاتوبي. ناس كتيرة جدا ما عندهم برونكيال ازمة عندهم بطانة رحم مهاجرة، ناس كتير عندهم اكزيما وساركيدوزيس وسورايتيز،
عندهم بطانه رحم مهاجر، ناس عندهم روماتويد ارثرايتس عندهم بطانه رحم مهاجر، الهاشيموتو، وكتير جدا من الناس اللي عندهم بطانه رحم مهاجر عندهم هايبوثايرويديزم، دايما الغده خامله، امراض كتيره وكتيره وكتيره. ففي ارتباط وثيق ما بين الامراض وبعضها، سواء امراض مناعيه او امراض مارياتيرياليزم ورم ليفيه وبطانه رحم مهاجره، وكمان ليهم تاريخ يا اما اسري عائلي بسرطانات، او ان هم لا قدر الله عندهم فرصه ان يجي لهم سرطانات. فعلاجنا ببطانه رحم المهاجره دايما السكوب يكون واسع، العدسة 360، نشوف العمق والبعد كله على بعضه. المريضه اللي ما بتتصدقش، احنا بنغير قناعتنا بس بعد ما يكون خسرت كتير، خسرت في حالتها المزاجيه والنفسيه وثقتها بنفسها وثقتها باللي حواليها وثقه اللي حواليها فيها. مجتمع بالكامل احيانا مش بيصدقها، وفي الاخر خالص اختصروا، يا اما تتعايش مع ده يا اما نشيل رحمك.